فيروس كورونا الجديد، ما هو وكيف بدأ وأين؟ إلى مراحل تطوره والوقاية منه، ومن هم الأكثر عرضة للإصابة به؟ وهل له علاج؟ وكيف له أن يؤثر على الاقتصاد العالمي؟ كل الأجوبة في هذا الفيديو. أين بدأ؟ بؤرة وباء كورونا فيروس الرئيسية هي مدينة ووهان الصينية التي يقطنها حوالي 11 مليون نسمة، حيث أعلنت الصين عن أول إصابة بالفيروس في 30 من ديسمبر الماضي. ما مصدره؟ حسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، فإن الحالات الأولية مرتبطة بسوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان، الذي تباع فيه الحيوانات الحية والميتة طعاماً للبشر. وتشير التقارير الأولية أن الخفافيش المصابة هي أساس نشأة وتفشي الفيروس. ما هو فيروس كورونا؟ فيروسات كورونا فصيلة واسعة الانتشار، معروفة بأنها تسبب أمراضاً تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الاعتلالات الأشد وطأةً، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم. أما الفيروس الجديد فيتمثل في سلالة جديدة من فيروس كورونا لم تكشف إصابة البشر بها سابقاً وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. ما هي أعراضه؟ أعراضه الأكثر شيوعاً هي الحمى والسعال وضيق وصعوبة التنفس والتهاب الحلق والصداع، وفي الحالات الشديدة يتطور إلى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وصولاً إلى الوفاة. هل له علاج؟ لا يوجد علاج محدد له، غير أن العديد من أعراضه يمكن معالجتها، وبالتالي يعتمد العلاج على الحالة السريرية للمريض، وقد تكون الرعاية الداعمة للأشخاص المصابين بالعدوى ناجعة للغاية. من هم الأكثر عرضة للمرض؟ في معظم الحالات يشعر أصحاب المناعة السليمة والقوية بأعراض أي إنفلونزا، ولكن المهددين عادة هم من يعانون من أمراض في جهاز مناعتهم وكبار السن والأطفال دون 5 أعوام. كيفية الوقاية من الفيروسات؟ غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتجنب التواصل المباشر مع الأشخاص المصابين بأي مرض، وتجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم من دون غسل اليدين. العمل على تطهير الأسطح التي تتلوث سريعاً، تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات، أخذ قسط كاف من الراحة، وتناول كمية كبيرة من السوائل. كيف يؤثر على الاقتصاد؟ تتوقع مؤسسة جولدمان ساكس للخدمات المالية والاستثمارية أن انخفاض السفر يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في أسعار النفط وخاصة وقود الطائرات، كما شهد هذا الأسبوع أيضاً أكبر انخفاض في الأسهم الصينية في الأشهر الخمسة الماضية. على المستوى المحلي، خسرت ووهان إيراداتها بسبب خروج المباريات التأهيلية لأولمبياد 2020 من المدينة. كما تلقت صناعة الأفلام الصينية ضربة، حيث تم سحب 7 أفلام من عرضها الأول في عطلة رأس السنة الصينية من شباك التذاكر لمنع الحشود الكبيرة. شفافية الصين مع العالم. أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية عن مجموعة الحالات لأول مرة في 31 من ديسمبر عام 2019، كما قدمت التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد في 12 من يناير، مما سيساعد بشكل كبير البلدان الأخرى على استخدامه في تطوير أدوات تشخيص محددة.
إضافة إلى قيامها بحزمة إجراءات شاملة وشديدة لاحتواء تفشي الفيروس، إذ عزلت السلطات الصينية المختصة 12 مدينة و43 مليون شخص، وأوقفت عمل وسائل النقل العام، وعلقت التجمعات العامة. وأكد الرئيس الصيني أن السيطرة على الفيروس والوقاية منه هو المهمة الرئيسة الأولى للبلاد في المرحلة الحالية. وتعمل الصين حالياً على بناء مستشفى لعلاج المصابين، وسيتم الانتهاء منه في 10 أيام فقط.